هنا جالسين كيناقشوا معنا القرار ديال احاله ديال سيد قضيه التحقيق. هو قرار ديال سيد قضيه التحقيق لا يطعن فيه الا امام محكمه النقد. فبالتالي هذه المحكمه الجنايات الغرفه الجنائيه غير مختصه باش تلغي أو تغير القرار ديال السيد قاضي التحقيق. هادو مقتضيات ديال قانون المسطره الجنائيه، الفصل الماده 218 ديال قانون المسطره الجنائيه كيقول بان لا يطعن في قرارات الاحاله الا بالنقد. فبالتالي هذا ضياع ديال الوقت، ما كيقولوا حنا كنضيعوا الوقت، هما كيجيو كيثيروا مسائل اللي باينه ان المحكمه ما عندها ما تدير بها، ومن بعد يقول لك حنا كنضيعوا الوقت. وسندت انا النظر للمحكمه الموقره قلت لهم ما غاديش نعقب، وهما بغاو يعقبوا عاوتاني باش عاوتاني يزيدوا في جلسه اخرى. فبالتالي ما يقولناش شي واحد اننا حنا كنتاخروا، حنا ماشي سبب في التاخير، حنا سالينا طويله بغينا ندخلوا للموضوع. هذا كله ما في الامر. شناء ديالها. وانا الماده 218 ديك النهار جاو كي خص تعاود تقرا ويمشي يقرا على الماده 218 ويجي يقول لي انا عاود نقرا. صافي هادشي اللي واقع، ما وقع حتى شي شناءان، هذوك امور عاديه ما بين المحامون. هذا هو لا الشارم ديال المحاكمه بحد ذاتها. هذا ضروري، راه مناقشه كيكون اخذ ورد شيء طبيعي، ولكن ما نمشي راه حنا ماشي في شي حلبه الملاكمه. رجعنا امام المحكمه اللي غادي تحكم بالقانون وغادي تبين الحقيقه. حنا عندنا الاطروحه ديالنا، هما عندهم ديالهم، ما كايناش جوج حتى ما كاينش جوج حتى. المهم انا عندي جوج او ثلاثه ديال الناس كيقول لك واحد الولد رماوه في الخلا، وفي ديك الخلا لقينا من بعد واحد الجوج حتى. هو يقول لي ما كاينش جوج حتى، صعيب شويه، صعيبه الفكره شويه. ها واحد السيد رميته في الخلا وكتعترف بها رميته في الخلا، وهو في حاله مريض 19 يوم من بعد لقينا جوج حتى تما. ايوا جلسه المقبله السيد الوكيل العام غادي يعقب على الدفوعات الشكليه، وهما باغيين يعقبوا على التعقيب ديالنا، تعقيب على تعقيب. حقهم. انا شخصيا ساليت، لا مطالب بحق المدني، سالينا الدفوعات الشكليه ما عندناش نزيدوا فيه. قرار ديال السيد قاضي التحقيق ديال الاحاله يطعن فيه امام محكمه النقد. سنه الفهمه ندخلوا للموضوع نعرفوا شكون اللي قتل هذا الولد.